الثاني يلعبها ممتازة، ربيع يتقدم ويحاول يلعبها سهلة، دريش يكمل حطها، حمدان يحطها، جول بتحاوي أول، جول حمدان الحمدان يسجل أول أهداف المباراة. حمدان الحمدان استقل الخطأ الدفاعي الوحداوي وسجل أول أهداف المباراة. شوف الإعادة، يا سلام على حمدان وسجل حمدان يسجل كابتن فريق الفتح. شوف الإعادة ممتازة بتحاوي هدف أول وحطها بشكل سليم. حمدان اللاعب المتألق دائما مع الفريق المتحاوي يسجل أول أهداف المباراة. عاد خذ مباراة الآن راح يشعل 10 دقائق أولى تشوف هدف من الفريق المتحاوي. الآن الوحدة راح يتغير طبعا طريقته.